تفقدت اليوم عمدة بلدية مدينة أنجمينة مريم جمع بيت سير عمل مشاريع ضخ وتكرير المياه في بعض المرافق العامة والممولة من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، كان ذلك برفقة مدير الوكالة وفني البلدية محمد عثمان بشير. مع هذه الأجواء الممطرة، إلا أن عمدة بلدية أنجمينة وبرفقتها عدد من عمداء الدوائر العشرة بالإضافة إلى مدير الوكالة الفرنسية للتنمية بتشاد قاموا بزيارة إلى مختلف مشاريع محطات مياه الصرف الصحي التي تنفذ من قبل الوكالة بكل من المستشفى المرجعي العام والمركز الصحي نوتردام الكائن بهاي الشقوة وأخرى بمختلف دوائر العاصمة. اللبطان عند ألمي وسخان وألمي ده ما سمكم خلينا ساكت كلام ده بس قاعد نبنو الاستاسيون ديبوراسيون الاستاسيون ده هو البابيني ده البارتنر اي اف دي قاعد بابيني ومشينا شفنا كيف الناس قاعد بابنو وكيف مشوا قدام ومشينا لقينا فالحمد لله قاعد بابنو عديل والاستاسيون ده للألمي ده كل بيلم مكان واحد وبعدين بتريته وكان تريته ده نفس الألمي ده بصقوا بيه الخضار القاعد في لب الأبطان الفلير والشدر وما أشبه ذلك. وسيكون للعمدة ومعاونيها زيارة أخرى على هذه المشاريع حتى تكون صالحة الاستخدام ليستفيد منها المواطنون.